منعرج ثقافي رياضي مع ضيفتي نجاة الهميمي. سعيده بحضورك نجاة معنا في نسمه الصباح. صباحك كله ياسمين. صباح الخير وانا اسعد بوجودي معكم. يعيشك. وشكرا على اهتمامكم دائما بنشاط المنظمه. طبعا نحن نحييك ونحيي المنظمه، وانت اليوم نائبه رئيس المنظمه الوطنيه للرياضه والثقافه والعمل، واللي مؤخرا عن النشاط في المهديه، نشاط شنو نجمو نصنفوه كنقولوا الشطرنج ساعه نجيت. هو رياضه فكريه بالاساس. اي دونك يجمع بين الثقافه وبين الرياضه. اي ونحن عندنا سياسه او ثقافه خاصه للمنظمه، المنظمه الوطنيه للثقافه والرياضه والعمل، هي منظمه تاسست سنه 1971 وكان النشاط الرياضي العمالي موجود في تونس من الثلاثينات. دونك عندكم 50 سنه. عندنا 50 سنه نحتفل قاعدين بالخمسينية متاعنا. ما شاء الله. هيك عايشك عايشك. عندنا أكثر من 30,000 منخرط في المنظمة، وأحيانا أنشطتنا تشمل عائلاتهم، يوصلوا المنتفعين بها 100,000 منتفع بالأنشطة متاعنا. قلت لك أنه نحن عندنا سياسة خاصة في العمل متاعنا، وننظموا أنشطة من النوع هذايا، لكن نسعى وأن نحن ننشطوا ونعملوا إضافة في الجهة اللي موجودين فيها، ويكون نشاط متنوع رياضي ثقافي سياحي ترفيهي. بالنسبه لل هذا النشاط كان في المهديه، كان نشاط في المهديه بمناسبه الدوره 44، الدوره العماليه العربيه 44 للشطرنج اللي تعملت تحت اشراف الاتحاد العربي للعاملين بالشركات والمؤسسات. الاتحاد هذا فيه برشا بلدان عربيه مشاركه فيه. نحن مثلا مثلا هو موجود في مصر وتتراسه مصر، تونس، المغرب، الجزائر، العراق، لبنان، السعودية، برشا بلدان موجودة فيه. النشاط نتاعنا شاركت فيه ليبيا وشاركت فيه الجزائر وتونس في عدة ولايات اللي كانوا مشاركين معنا، أكثر من 50 شطرنجي كانوا موجودين معنا. احنا نراو في الصور ولا أروع نجيت، يعني كيف نراو فما كبار في السن، فما أطفال صغار، وفما حتى ذوي الاحتياجات الخصوصية. فما جمع مزيان برشا الحقيقة لمته الدورة 44. أي هو الدورة هذه كانت الأساس أن هي تتلعب في فضاء مغلق، لكن نحن خرجنا بها من الفضاء هذه المغلق وعملنا دورة للشطرنج في الشارع في وسط المهدية، وخلينا الناس الكل تشارك فيها، وخلينا حتى سياح، ونشطنا المنطقة اللي نحن موجودين فيها في المقاهي. رينا الصور. لا هو المقاهي كانت قريبة منا، لكن في منطقة في ساحة في وسط المهدية قريبة من سقيفة الكحلة، لأنها منطقة فيها برشا سكان وفيها برشا عباد تمشي جي غاديكا. والهدف هو بالاساس التعريف بلعبه الشطرنج وتنشيط المدينه، وشاركوا معنا اطفال، وحتى في وسط الدوره كانوا معنا زاد دي جون صغار في السن ومعنا كبار في السن، وهو جو عائلي اكثر منه، معناها الهدف منه انه ناس تاخو ديكوب ولا شكون الاول وشكون الثاني، العباد تحب تتلاقى، وخاصه هما عرفوا بعضهم لانه هذه الدوره 44 فرصه للتلاقي، فرصه للتلاقي والتعارف والتعايش، وهذا الهدف في العمل نتاعنا الاساسي في المنظمه. طيب لكن رغم هذا فما زاد التتويجات نجيت، يعني رينا دي ليكوب ورينا الجوائز، دونك كيفاش شكون اللي كانوا متحصلين على الجوائز اللي ربحوا الكل؟ لانه برشا تبارك الله العدد. دونك قداش كانوا عندنا متوجين؟ المتوجين نحن عملنا 10 متوجين، وهذا ديما نخدموا عليه 10 متوجين باش نحبوا نشجعوا اكثر ما يمكن من اللي موجودين معنا. بالنسبه للكاس الاولى هي خذتها تونس، وكان اللاعب الاولاني هو من الشباب نتاعنا يتبع شركه الاسمنت في جابس، أحمد عدواني. وأيضا الكوب الثانية كانت للجزائر، والكوب الثالثة كانت من ليبيا، كان معنا لاعب من ليبيا. طيب بيان، دونك اليوم عندنا صور مزيانين برشا قاعدين يوصلونا، قاعدين ياثوا ويرسخوا في اللعبه هذه اللي تربينا عليها، وحتى في المحاضر ولاد الاطفال رجعوا لها ولي جاردوري نجيت. تعرف اللي صغيراتنا في الوقت الفراغ هذيك كي يملوها بلعبه كيما هكا تعاون حتى على التركيز، واليوم حكينا برشا على تشتت الانتباه. دونك وحده ضد تشتت الانتباه اللعبه هذه. لا هي اللعبه هذه تعلم انه الانسان يركز في التفكير نتاعه، انه يعمل الفكر ويولي منظم في حتى في حياته اليوميه. وحكيت حتى مع ناس اللي يشاركوا معنا في الدوره هذه وهم يخدموا في دور شباب، وقالوا انه تشجيع الاطفال والشباب على ممارسه اللعبه هذه، خاصه فما ناس من فاقدي سند وعندهم صعوبات اجتماعيه واشكاليات حتى نفسيه، عاونتهم انهم هم تجاوزوا العديد من الاشكاليات ورجعوا من الناس الصالحين في المجتمع، واللي هذه يبين اهميه اللعبه هذه اللي نحب
يحبوها نحن ترجع، وهذا من الاهداف اللي نحن مصرين انه ديما اللعبه هذه تكون موجوده في انشطتنا. طيب نشكرك برشا نجيت، نعرف عندكم برشا انشطه وان شاء الله تكونوا موجودين بحذينا في كل مره، ونحكيوا على الانشطه نتاع المنظمه هذه اللي قاعده تخدم بخطى حثيثه. نشكرك برشا نجيت زميلتنا انت نجيت زينا في كل وقت، ومرحبا بك مرحب بك. يلا